وفي سياق ذي صلة وفي خطوة معاكسة للرد على سلسلة الإضرابات التي عصفت بقطاع التربية، لجأ التلاميذ عبر صفحات الفيسبوك إلى نشر دعوات للمطالبة بالعتبة والمقاطعة ومقاطعة الامتحانات. نسيم الوافي وراضية بن هباش تفصلني أكثر. الدعوة لمقاطعة الامتحانات والمطالبة بالعتبة هي المنشورات التي تغزو صفحات الفيسبوك خلال هذه الفترة، حيث تدعو هذه المناشير لوقف الإجحاف الممارس في حق التلاميذ حسبهم، وذلك بالتخطيط للإضراب والمطالبة بالعتبة كهجمة معاكسة لإضراب الأساتذة. أولياء التلاميذ بدورهم رجحوا إلى وجود بعض الأطراف تحرض التلاميذ لتحقيق أغراض خاصة. لا يمكن أن تكون أي حركة من طرف التلاميذ إلا إذا كان هناك محرض. كلما هدأ قطاع التربية إلا وجاءوا بأشياء وجاءوا بأفكار تشويشية على أذهان التلاميذ. التشويش على النقابات واللعب في الوقت البدل الضائع من خلال استغلال التلاميذ بكل الطرق أهداف يسعى من خلالها إلى زعزعة استقرار المنظومة التربوية ككل. التلميذ الآن راه في وضعية حساسة، إذا كان أي واحد يقول له روح وانشر على شبكة التواصل الاجتماعي واطلب من زملائك الخروج فلربما يستجيب. ممكن كان الناس حبوا يستغلوا الوضع، ممكن الناس كان حبوا يضربوا النقابات، ممكن اليوم رانا لحقنا إلى نقطة وين لازم نفكروا أكثر في المدرسة الجزائرية ونسعاو إلى إيجاد حلول، وهناك جهات واحدة أخرى ما يساعدهاش. ممكن جداً بعد سلسلة الإضرابات التي عرفها قطاع التربية، هل تعد خطوة التلاميذ هذه مجرد هجمة مرتدة أم أنه يوجد فعلا من يسعى إلى ضرب المنظومة التربوية عبر التلاميذ؟